يا صباح الفل على كل حضراتكم السادات والسادة متابعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد يا رب يكون يوم كل خير على كل حضراتكم إن شاء الله، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله برضو تسعدوا معانا بحلقتنا النهاردة اللي لازم نبتديها بالتهنئة النهواند. مبروك نتيجة الاستفتاء. الحمد لله. وشوشة صباح الفل وألف مبروك. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الخير والفل والنصر على كل مشاهدينا دايما في كل مكان، سواء في يعني مصر أو في الوطن العربي أو حتى في دول مختلفة. احنا عارفين برضو في يعني جاليات مصرية وعرب كتير جدا في دول العالم المختلفة بيتابعونا، يعني صباح الفل والخير وأخبار حلوة جدا إن احنا نبدأ بيها، لأن يعني كانت نتيجة استفتاء طبعا وشوشة، ودي يعني أو ده بيكون واحد من أكبر الاستفتاءات اللي بتتعمل سنويا. الحمد لله النادي الأهلي كمان كان أفضل يعني نادي رياضي، وكابتن خطيب كان أفضل رئيس نادي، وموسيماني كان أفضل مدير فني، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان أفضل مدير كرة، والشناوي أفضل حارس مرمى، محمد شريف أفضل مهاجم، معلول أفضل محترف بالدوري، السولية أفضل لاعب وسط، أكمل أوكي أكرم توفيق أفضل ظهير، أيمن أحمد عبد القادر أفضل لاعب صاعد، مجدي قفشه افضل صانع العاب، وحسين الشحات افضل جناح ايمن، ونهواند سري افضل اعلاميه رياضيه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. يعني مبروك. الحمد لله طبعا، والواحد مش مستغرب، لان انت طول ما انت بتبقى الكبير، طول ما انت بتبقى الناجح، طول ما انت بتبقى رقم واحد، مش بالكلام، بالتعبير وبالتاريخ وبالارقام، فده شيء متوقع جدا. مبروك علينا جميعا، مبروك على حضراتكم جماهير الاهلي. وخلي بالك برضو يا كريم، نتيجه الاستفتاء ده راجع ليه جماهير الاهلي او عيله الاهلي اللي هي بتبقى في ظهرنا، يعني لولا عيله الاهلي انت برضو ما كنتش حصلت على التصويت ده، فمبروك علينا كلنا بجد، كلنا جزء من هذا النجاح. يعني شيء جميل وبدايه اعتقد سعيده لحلقه النهارده اللي ان شاء الله يعني تنال الرضا واستحسان كل حضراتكم. دي كده بس ايه، مجرد استفتاح يعني كده ايه كلام. يعني ولسه ولسه بالضبط. وعلى فكره دي مش اول مره، السنه اللي فاتت برضو الحمد لله، واللي قبلها، يعني ده العادي بتاع النادي الاهلي. فمزيد ومزيد يا رب دايما من التالق ومن يعني اسعاد الجماهير، حقيقي هو ده اللي احنا بنتمناه يا كريم، اسعاد يا رب الجماهير، يا رب دايما. وهو ده اللي احنا واخدين عليه من النادي الاهلي، فدايما يا رب كده يعني مبسوطين يا رب ان شاء الله. طيب كالعاده فقرتنا او الجزء الثاني من حلقتنا دايما بيكون فيه يعني فقرتين حواريتين. النهارده الفقره الاولى وبمناسبه معرض الكتاب هتكون معانا فقره مع الباشمهندس شريف شافعي مؤلف كتاب ذكرياتي مع الكوره، وهنتكلم عن تفاصيل هذا الكتاب بكواليسه بخلفياته بكل قصه من القصص اللطيفه اللي اكيد موجوده ضمن سياق هذا الكتاب. ده الجزء الاول او الفقره الحواريه الاولى. فقرتنا الثانيه هينورنا من خلالها الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وكالعاده عندنا كتير جدا من الملفات اللي هنفتحها معاه. طيب نبدا بقى يا كريم ونتكلم عن بعثه الاهلي اللي توجهت امبارح للامارات عشان يبداوا خلاص معسكرهم هناك، استعدادا طبعا للمشاركه في كاس العالم للانديه، يعني البطوله اللي احنا خلاص يعني ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يفرحنا. وعجبني كمان قوي لو انت شفت فكره الفوتو سيشن اللي كانت موجوده، بجد اللبس كان شيك جدا، حاجه في منتهى الروح. يعني اللبس فعلا انيق ورسمي بشكل حلو، يمكن ما اعتدناش على الستايل ده قوي، لا فعلا لبس شيك جدا. ومشاركه الاهلي السنة كمان بنتكلم الثانية على التوالي في مونديال الأندية، ده شيء بيدعو حقيقي للفخر، وهو ده النادي الأهلي تاني بطل القارة وأكبر الأندية في الشرق الأوسط، بتتكلم بأرقامه وبتاريخه وبطولاته. عايزين كمان نروح لحضراتكم يعني الموضوع تاني ومهم، هو واخد اهتمام قطاع عريض جدا من جمهور الأهلي، وفي حالة حزن يعني برضو مصحوبة بالخوف، وده بسبب يا كريم حجم بقى الإيه؟ الاصابات. شوف احنا كنا بنتكلم ايه في بدايه الموسم، بس للاسف الشديد حجم اصابات ضربت يعني صفوف الفريق قبل الدخول في معترك بقى بنتكلم منافسات كاس العالم للانديه. يعني هنقول ايه، بس احنا هنبتديها كمان بدايه قويه جدا، مواجهه قويه جدا مع مونتيري المكسيكي، بس يعني هنعمل ايه، هم يعني ممكن نختم كده ونقول كلمتين، يعني ما نخافش على الاهلي، لان دايما ما احنا واحنا عارفين ان الاهلي هو اكيد مصنع الابطال، والاهلي بمن حضر ده مش شعار، دي حقيقه، ده اثبات حصل قبل كده على الارض وفترات كتيره جدا وظروف يمكن اصعب من كده كمان، مش بس غيابات. فنتمنى الشفاء العاجل والعوده اكيد مره ثانيه، وبجد انا ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل لنا، بس على كل حال يعني سوء حظ عجيب الحقيقه، ولكن في الاول وفي الاخر دي امور قدريه، ما حدش بيكون ليه اي يد فيها باي حال من الاحوال. احنا طبعا عندنا لعيبه على اعلى مستوى وشباب واعد، وان شاء الله ربنا يطرح فيهم البركه ويعني نشوف من خلالهم اداء مرضي ونتيجه مرضيه. الموقف على بعضه الحقيقه ككل موقف صعب جدا على اي جهاز فني وعلى اي فريق هيدخل حتى منافسات بطوله وديه، ما بال حضراتكم بقى اقوى تجمع رسمي للانديه الابطال كاس العالم للانديه. وارد جدا يكون لينا نصيب في مواجهه مع بطل اوروبا تشيلسي،
تشيلسي يعني كتيبه بقى توخيل افضل مدرب في العالم، لوكاكو بقى وجورجينيو وحكيم زياش والحارس ادوارد مندي، كل دي حاجات اكيد بتدور في اذهان وفي عقول جماهير النادي الاهلي. عموما احنا برضو هنفضل متفائلين وان شاء الله بكره ربنا يكرمنا وان شاء الله نقدم بطوله جيده باللاعبين المتواجدين ويكون في فرصه كمان للحاق بعض المصابين بهذه البطوله، خصوصا ان بالمناسبه تم وضع برنامج تاهيلي وعلاجي مكثف جدا لحسام حسن مهاجم الفريق، وباذن الله يقدر يعني يلحق بالمباريات. كمان برضو جدير بالذكر ان الحمد لله جاءت مسحه مصطفى شوبير ومغربي سلبيه انضموا للبعثه بجانب عوده علي معلول طبعا واليو ديانج بعد انتهاء مشوار منتخبي تونس ومالي في امم افريقيا. وزي ما قلنا وزي ما دايما بنقول وهنفضل دايما نكررها، الاهلي بمن حضر. كلام محترم وصحيح. على كل حال بقى خلينا نقول لحضراتكم، نقول للناس القايمه بقى اللي موسيماني اختارها عشان تسافر الامارات. نبدا بوليد سليمان وعلي لطفي، حسين الشحات، رامي ربيعه، ومحمد هاني، وطاهر محمد طاهر، واليو ديانج، محمد محمود، احمد عبد القادر، عمار حمدي، بيرس تاو، محمد اشرف، محمد فخري وقفشه، ومحمود وحيد، وحمزه علاء، كريم فؤاد، حسام حسن، ولويس مكسيوني، زياد طارق، ومصطفى مخلوف، وياسر ابراهيم. مجموعه محترمه جدا، كل اسم اكيد بيثبت نفسه يعني ماتش عن ماتش ومباراه عن مباراه، فبنتمنى ليهم اكيد التوفيق باذن الله. برضو يعني بالمناسبه عايزين نقول لحضراتكم انه تم ضم بيرسي تاو للبعثه، هو بالمناسبه مش هيقدر يشارك عشان يقدر يستكمل برنامجه العلاجي هناك، ولكن دي نقطه في منتهى الاهميه كجانب نفسي للاعب انه برضو يكون متواجد مع كل زمايله وبيخضع لبرنامجه التاهيلي على هامش تدريبات الفريق طبعا استعدادا للمونديال. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا وواثقين ان شاء الله كل لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي هيعمل اللي عليه وزياده باذن الله. طب خلينا نروح فاصل سريع ونرجع لسه اكيد اخبارنا ما خلصتش مع حضراتكم. اهلا بيكم مره ثانيه عوده العشرة الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح للزميله العزيزه روزان نصر، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره، ونتعرف معاها على اخر الاخبار والمستجدات كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. صباح الفل عليك، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، هنقول لكم كل الأجواء. طبعا في البداية خليني أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بعثة طبعا الإمارات في كأس العالم للأندية، فأول مواجهة ليهم إن شاء الله 5 فبراير. خليني أنقل لكم سريعا الأجواء النهاردة، يعني في النادي الإقبال نقدر نقول إن هو جيد، لكن يعني لأن الطرق كمان ما كانتش زحمة قوي، ودرجة الحرارة كمان بشكل عام جيدة، وتحديدا في النادي درجة 13. نروح بقى للألعاب الأخرى، وهنبدأ برجال طائرة الأهلي اللي بيتأهلوا لنصف نهائي كاس مصر بعد أن حققوا فوز مهم جدا على حساب فريق سبورتينج في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة. نروح كمان لرجال يد الأهلي واللي بيتعادل مع الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة طبعا على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداء قوي من الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 16-15، وفي الشوط الثاني استمرار الأداء المميز من جانب لاعبي الأهلي وتبادل الفريقين التقدم إلى نهاية الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 29-29. واخيرا من اخبار النادي الاهلي، وفد الاهلي برئاسه طارق انديل عضو مجلس الاداره حدد مواعيد واماكن لقاءاته باعضاء الجاليه المصريه في الامارات لترويج طبعا عضويات النادي على هامش بطوله كاس العالم للانديه المقرر طبعا اقامتها في ابو ظبي خلال الفتره من 3 ل 12 فبراير المقبل. طبعا دي كانت اهم وابرز الاخبار هنا من نادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم جدا وعوده ليكم مره ثانيه. احنا بنشكر الجزيل الشكر على هذه التغطيه، ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم لتغطيه من نوع اخر، تغطيه صحفيه والرياضه في الصحف والمواقع. خلينا نروح فعلا لجريده الشروق ونورهان طمان مراسله قناه الاهلي عشان نعرف منها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. نورهان صباح الخير عليكي طبعا، وبقالنا كتير ما شفناكيش معانا في 10 صبح في الاهلي، صباح الفل، وعرفينا كده ايه اخر الاخبار واهم المنشطات اللي نزلت في الصحف العالميه والمحليه، اتفضلي.
يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريدة الشروق، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. يمكن طبعا حديث عن منتخب مصر لا ينقطع في الصحف المحلية، وأول خبر معنا من جريدة الوطن رسميا بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون. إن شاء الله بإذن الله في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل منتخب مصر على موعد مع مباراة أو مواجهة منتخب الكاميرون في دور نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير الجاري. أسندت لجنة التحكيم للاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم بكاري جسامة والحكم هيثم قيراط على تقنية الفيديو، وده بعد يعني جدل كبير حول حكم مباراة مصر والكاميرون. يمكن في بعض التخوفات من اختيار بكاري جسامة نظرا لتاريخ يمكن مش أفضل حاجة مع الحكم دوت للفرق والمنتخبات المصرية، ولكن إن شاء الله نسأل الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في المهمة القادمة. وتاني خبر معنا من جريدة الشروق، تعرف على رسالة كيروش للاعبي المنتخب قبل مواجهة الكاميرون. نشر أو كتب المدير الفني كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر رسالة خاصة للاعبين بعد الفوز على المغرب في المباراة الماضية طبعا في دور ربع نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف. أرسل كارلوس كيروش رسالة خاصة للاعبي المنتخب عبر حسابه الشخصي بتويتر، وقال فيها: شباب، تأهلنا إلى دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخب مصر. متأكد من أنكم تحظون بالاحترام من مشجعينكم، بينما يستمر الآخرون في الحديث ونواصل نحن السير نحو هدفنا وحلمنا. وآخر خبر معنا من جريدة اليوم السابع، الفراعنة يتفوقون على أسود الكاميرون ب 22 مليون يورو قبل نصف نهائي الكان. يمكن القيمة التسويقية للمنتخب المصري في الفترة الحالية يمكن في أفضل حالتها بسبب وجود عدد لا بأس به من اللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم طبعا نجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي نجمنا محمد صلاح. ويمكن القيمة التسويقية الكاملة لمنتخب مصر قدرت ب 161 مليون و 250 ألف يورو. التقرير اليوم السابع قال أنه القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون تقدر ب 139 مليون يورو، وده يعني أن في فرق حوالي 22 مليون يورو بين المنتخبين. إن شاء الله منتخبنا القومي يفرحنا في المباراة القادمة رغم صعوبتها، وإن شاء الله نفرح كلنا. ودي كانت كل أخبارنا هنا من جريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. كمان احنا بنشكرك جدا على التغطية دي يا نورهان، شكرا لك. يمكن الخبر الأخير ده، أنت بتحب الأرقام، شفت الفرق في الأرقام برضو كبير يعني. بس بص، مش برضو الحسابات بتبقى بالفارق في يعني الصفقات أو الأرقام، هي معروف برضو الفريق ده عامل ازاي، ومعروف الفريق ده عامل ازاي، معروف يعني القصة، وكمان انت بتتكلم في عدد البطولات وغيره طبعا والتاريخ بالظبط. يعني بس هي اكيد حاجة تساعدنا طبعا، واحنا حاجة برضو يعني مش معلومة جديدة او حاجة اللي هي مستغربة طبعا، في فرق كبير جدا، وقيمة اللعيبة عندنا برضو حاجة عظيمة. اتفضل. والله لا 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 لا، ما يصحش والله، ما يصحش كريم، يلا والله الناس تاكل مش وش. كل مره انا اللي هطلع فاصل، والله الناس تاكل وش. ايوه انا بطلع فاصل على بتطلع طول، بتطلع الفواصل الطف منك. ايه اللي هيطلع الطف بجد والله؟ بتطلع نعمه لا طلعنا انت دلوقتي بعد اذنك، انا شايفه كده ومصر على الناس كده. اكيد نفسها في كده. فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. طيب انا برحب بحضراتكم انا وكريم اكيد، واول فقره معانا حواريه، والفقره دي هنتكلم فيها عن نوستالجيا الرياضه. احنا اتعودنا قبل كده نستضيف لاعبين ويتكلموا عن ذكرياتهم، لكن النهارده احنا هيكلمنا واحد من جمهور بقى الكوره، وهو بيعشق الكوره اصلا، وذكريات مع كوره ليه كتيره جدا، وهو من كتر ما في احداث وذكريات وكواليس قرر ان هو يجمعها في كتاب. فاكيد احنا كمان عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. بس خلينا نرحب في البدايه بباشمهندس شريف شفعي، مؤلف كتاب ذكرياتي مع الكرة وأشياء أخرى. صباح الخير، حلو الاسم على فكرة جدا. صباح الخير. أولا أنا طبعا بشكر قناة الأهلي على استضافتي، وبشكر حضراتكم. طبعا الكتاب ده له قصة معايا، أن أنا يعني كان ليا فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وبوستات بكتب في الحاجات القديمة، بالذات الحاجات اللي فيها ذكريات وكده. الحمد لله يمكن ذاكرتي قوية شوية في الحاجات القديمة. الناس تعودت ان لاعب كرة هو اللي يكتب او حد متخصص يعني، انما يمكن الجديد في الموضوع ان واحد من الجمهور يعني واحد من الناس المتابعين، انا بكتب كمواطن عادي خالص متابع يعني.
انا يمكن مواليد 1966، ابتديت اوعى على الدنيا والاحداث 1970 كده من صغري، يعني من يمكن وانا عندي 4 سنين. فالكتاب واخد الفتره دي اللي هي من سنه 1970 لحد 1981 كجزء اول يعني. فانا معتبر طبعا انا بتكلم عن كل حاجه مرت بمجتمعنا وببلادنا في الفتره دي، لكن طبعا بما ان انا في السن ده كنت بحب الكوره جدا، فالكوره هي الاساس، يعني الكوره هي الهيكل اللي بركب عليه كل ذكرياتي في الفتره دي. اولا حضرتك عملت حاجه لطيفه جدا، فكره التاريخ نفسها بالزبط. فكره في منتهى الاهميه، وخصوصا ان حضرتك اكيد اللي عكسته من خلال كتابك ده بيتكلم عن ذكريات جيل كامل او اكتر من جيل، يعني حضرتك بترمز لاجيال او لجيل معين شاف بقدر ما شاف في المدرجات وفي الاستادات ومن خلال متابعته للماتشات. حضرتك بتقول يعني او كانت نهاوند حتى وهي بتقدم حضرتك بتقول المره دي بقى الوضع مختلف، احنا معانا حد من الجمهور بالزبط. هو اللي هيحكي عن ذكرياته، واكيد حضرتك شفت اللي لعيبه الكوره نفسهم ما شافوهوش بحكم وجودك في المدرجات، وكنت موجود اكيد في الذكريات ومباريات هامه جدا لا تنسى، وبرده حته واشياء اخرى. حضرتك بتقول ذكرياتي مع الكوره واشياء اخرى بالزبط. برضو عايزين نبقى نعرف ايه الاشياء الاخرى دي. انا هقول لحضرتك حاجه، انا طبعا الكتاب في المقابل الاول بيتكلم عن ذكرياتي مع كره القدم، لان كره القدم هي كان اهتمامي في الفتره دي، لكن فتره السبعينات كانت فتره دسمه جدا بالاحداث ومليئه بالاحداث طبعا. ففي حاجات ما اقدرش اغفلها تمام، وخصوصا انا الوالد عندي كان من احد قاده حرب اكتوبر يعني. طيب ده سبب ادعى صحيح. اللواء نوال سعيد الشافعي كان قائد ورئيس هيئه الامداد والتموين في حرب 73، فطبعا ما اقدرش ما اتكلمش عن حرب اكتوبر طبعا، وخصوصا ان المجالات كلها مش بمعزل عن التاني، كل مجال بيأثر في التاني تمام. رياضه بتأثر في السياسه، في فن، في فكر، في تغيرات في المجتمع، فكله بيأثر في بعضه. فأنا ما أقدرش أغفل حرب أكتوبر، ما أقدرش أغفل مثلا معاهدة السلام وتأثيرها على ماتشاتنا حتى، الحاجات اللي حصلت، وما أقدرش طبعا أغفل مثلا سنة 81 والأحداث اللي حصلت والأهلي اضطر ينسحب من بطولة أفريقيا، ففي حاجات كلها داخلة في بعضها. فاللي بيحب الكورة في الكتاب بتاعي هيلاقي اللي هو عايزه بالتفصيل، اللي بيحب الأشياء الأخرى هيلاقي برضو اللي هو عايزه بالنسبة لفترة السبعينات. طبعا انا مركز على الكوره والاحداث الاخرى ومضات كده، بس ومضات كده تمام متزامنه. انا هدي لحضرتك مثلا عشان حضرتك تعرف الكتاب ماشي ازاي. مثلا يوم 25 مارس 1975، مثلا انا ابتديت اتفرج على كوره من سنه 73، بس انا هدي لحضرتك مثل صغير. يوميها انا كنت في ثالثه ابتدائي مثلا تمام، اعتقد يوميها كان في اجازه رسمي في وسط الاسبوع، مش متذكر المولد النبوي او حاجه زي كده. الصبح رحت السينما، كان الموسيقار فريد الأطرش اتوفى بقاله 3 اشهر تقريبا اواخر 74، واتذاع له ساعتها او نزل في السينمات فيلم نغم في حياتي، اللي هو اخر فيلم عمله بعد وفاته، نزل في السينمات بعد وفاته. انا رحت في حفله الصبح من 10 لواحد، بعد كده رجعت البيت عشان اتفرج على مباراه الزمالك والترجي التونسي. الترجي التونسي كان زياره وديه لمصر، اول مره اسمع الاسم ده وانا صغير. تعادل مع الترسانه 2-2، الاهلي فاز على الترجي 3-1، ورحت حضرت الماتش في الاستاد، وطاهر الشيخ جاب جونين زي الفل تمام، ومحسن صالح جاب جون. استنيت بقى ماتش الثالث اللي هو الزمالك والترجي، قعدت مستني 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 قران وتواشيح وحاجات، انا الماتش ما بيتذاعش ليه؟ فوجئت ساعتها ان حادث اغتيال الملك فيصل عاهل المملكه العربيه السعوديه تمام، والماتش اتاجل يومين، والترجي فاز على الزمالك 3-1. فالشاهد هنا ايه؟ حدث فني، حدث رياضي طبعًا. حدث سياسي في نفس اليوم طبعا، ومتزامن مع ذكرياتي الشخصيه طبعًا. فيعني ذاكرتك يا باشمهندس ما شاء الله. يمكن اول يعني انا بدايه وعي على السبعينات يمكن حرب اكتوبر اثرت فيا قوي وفي جيلي بالذات، لان انا اتولدت وتوابع بقى 67 و و و ويعني انا وانا صغير كنت بسمع الغاره تمام، وبندهن الازاز كحلي وننزل طبعًا. انا كنت ساكن في روكسي في عماره عمر افندي، بننزل نستخبى في عمر افندي تحت. فالكلام ده كله لما جت حرب اكتوبر، غير ان الوالد طبعا كان احد قادتها وانا كنت انفولفد قوي في الموضوع، لا يعني اثرت في جيلنا جامد. فحرب اكتوبر من الحاجات اللي اثرت معايا جدا طبعا، مفيش شك. يمكن ابتديت اتفرج على كوره سنه 73، قبل كده ما كنتش يعني، كانت بالنسبه لي خيالات كده. اول مباراه الاهلي وساندوس البرازيلي فبراير 73،
بيليه بقى و يعني الاسماء الكبيره دي. دي اول ماتش يعني اتفرج عليه في التلفزيون واعرف يعني ايه كوره. تمام. الماتش بقى اللي خلاني اهلاوي اهلاوي اللي خلاني اهلاوي بقى هو مش وراثه يعني، انت اللي خدت خالص. انت اللي خدت القرار خالص. انا الوالد عندي كان ترسناوي. اوكي. بيشجع ترسانه زمان، كانت في الستينات. كان بيشجع ترسانه في الستينات، بيعشق الشاذلي ومصطفى رياض ويعني كان. تمام. فمحدش ضغط عليا ان انا ابقى اهلاوي خالص، هو سابني اختياري بالظبط. هو سابني كده براحتي خالص على اقتناع يعني. فالماتش اللي خلاني اهلاوي بالظبط يعني بالذات يعني مباراه القمه، اول مباراه قمه احضرها الجمعه 30 مارس 1973 الاهلي والزمالك، كان موسم 72-73 ساعتها كان شغال، وده مباراه الدور الثاني. انا كنت رايح مع الاسره عند جدتي في ميدان الجامع، جدتي الوالدي، وبنحضر اليوم عندها مع قرايبنا وبيتفرجوا على الماتش. انا كنت صغير بقى، اول مره احضر اجواء مباراه اهلي وزمالك. اهلي وزمالك، فما اعرفش انا ايه شدني للاهلي. الاهلي ساعتها رغم ان فرقته كانت اضعف يعني، الاهلي في بدايه السبعينات كانت مرحله انتقاليه ما بين جيل الستينات وجيل السبعينات، وكان في تغيير وبتاع، وكان كابتن عبده صالح الوحش كان مدرب ساعتها، كان جيل التلامذة بقى كان لسه لعيبه صغيره وبتاع بيعتمد عليهم. الزمالك لا، الزمالك كان قوي وكان بينافس على الدوري ساعتها مع المحله. كان فرقه الزمالك قويه بقى، حماده امام وعمر النور، وكانت فرقه جامده. فاتفرجت على الماتش والاهلي فاز 1-0. تمام. فالماتش ده ونزلت الشارع بقيت اعلام حمراء وبتاع، قررت ابقى اهلاوي من نفسي كده من غير حاجه رغم الاهلي ما كانش في احسن حالاته ساعتها، يمكن سنتها طلع لا بس معلش مش هنعديها دي يعني. انت شفت ان الاهلي وقتها ما كانش الافضل في الفتره دي، لانها كانت فتره فعلا انتقاليه بس. وشفت فرق ثانيه وباباك كان بيشجع فرقه ثالثه. طيب ايه معلش برضو يعني ايه القرار ده جه بناء على ايه؟ ما هو عايزين نفهم يعني، اللون الاحمر عجبك بالزبط. ولا بالظبط ولا هي الماتش ده لا في حاجه فهمتها، في حاجه قريتها في فريق الاهلي، في اللعيبه يعني، في الجهاز الفني. انا هقول لكم جت ازاي. طبعا الماتش ده فرق معايا جدا، ان الاهلي وهو اضعف والناس متوقعه الزمالك يكسب، الاهلي فاز، وده اثر ان المحله خدت الدوري بعد كده. أوكي. الماتش ده عطل الزمالك والمحله خدت الدوري. أوكي. بعد كده. اوكي. بعد كده رغم ان يعني زي ما حضراتكم بتقولوا ان انا كان في فرق تانية قويه، يمكن انا كنت بحضر برضو بعض مباريات الاسماعيلي في كاس افريقيا 73 ساعتها. الاهلي ساعتها مشي في الكاس لحد ما وصل النهائي. اوكي. اول مباراه احضرها في استاد القاهره نهائي كاس مصر 73 الاهلي والاتحاد السكندري. تمام. ده اول مره اروح الاستاد بقى اشوف بقى. طبعا بتفرق جدا، اياميها كان ابيض واسود للتلفزيون. طبعا. فلما تروح تشوف الالوان على الطبيعه كده قصه يعني. صحيح. انا فاكر اليوم ده كويس قوي، كان الجمعه 18 مايو 73. الغريبه بقى ان الماتش ده انتهى 0-0 وتعاد بعدها، كان بيتعاد بقى ما كانش لسه يعني بيخلص في يومين، اتعاد بعدها يوم الثلاث اللي هو تقريبا بقى 22 تقريبا مايو. للاسف الاتحاد كسب. تمام. 2-1. بس انا كنت متعاطف مع الاهلي قوي وزعلان قوي يعني، ميها انا كنت زعلان قوي يعني، حاسس ان لا كاني بشجع الاهلي مثلا من 10 سنين. اوكي. ارتبطت بالاهلي قوي ما اعرفش ليه، كنت حاسس ان انا متعاطف ومرتبط بالاهلي جدا رغم ان نتائجه ما كانتش مساعده. اوكي. بعد كده بقى الدنيا تطورت، وطبعا جت حرب اكتوبر بقى والدوري اللي بعديها اتلغى، وكان هيدي كوتي بقى جه مدرب الاهلي بقى. تمام. حرب اكتوبر فرقت مع الاهلي، ان هيديكوتي خد سنه كامله ياخد على اللعيبه ويعودهم على خطته. الدوري ده اتلغى اللي هو بتاع حرب 73. بعد كده اتلعبت حاجه اسمها دوره اكتوبر، كان عوضا عن الدوري. تمام. بعد انتهاء الحرب يعني. وبعد كده ايه، هيديكوتي خد سنه كامله. الاهلي بقى في موسم 74-75 وده موسم محوري بالنسبه لي، لا شكل تاني، قصه ثانيه خالص. ومن ساعتها ومن ساعتها الاهلي هو الاهلي. صح كده بالظبط. السبعينات بقى اهلي السبعينات اللي نعرفه بقى يعني، الجيل الذهبي. الحلو كمان يا باشمهندس في طبيعه محتوى الكتاب اللي حضرتك كتبته ده، ان انت كمان بتؤرخ لي حقب زمنيه مختلفه حصلت فيها تغيرات حاده. طبعا يعني طبعا. فابرز المتغيرات ايه بقى في رايك وانت شهدت ده بنفسك؟ ايه اللي استجد سواء رياضيا او مجتمعيا بشكل عام؟ رياضيا اولا التوقف الكوره من 67 ورجوع الدوري
موسم 71 72 واتلغى عشان احداث ماتش مروان والديبه وبتاع، وبعد كده رجع 72 73 وبعد كده الدوري اللي بعديه اتلغى عشان حرب اكتوبر، فيعتبر ابتدى ينتظم من 74. فتره التوقف دي اخرتنا جدا 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 رياضيا، لان في الفتره دي تونس والجزائر والمغرب قطعوا اشواط، المغرب بقى وصلت كاس عالم 70 وقطعوا اشواط في القصه دي، احنا اتاخرنا كتير لان طبعا كان عندنا ظروف، تمام؟ رياضيا اتاخرنا جامد، عشان كده انا بشوف ان جيل السبعينات مظلوم جدا جدا. الناس اللي تقول مش عارف الخطيب وحسن شحاته ومش ما عملوش حاجه، لا هم اتظلموا. لو اخذوا 1/100 من الاهتمام اللي بياخده المنتخب دلوقتي، لا جيل السبعينات كان عمل حاجات، ما كانش فيه احتكاك ولا اعداد ولا امكانيات ولا يعني، كانت مقارنه بالدول الافريقيه الثانيه. فرياضيا لا، الفتره دي اللي هي فترة التوقف أثرت جدا. جيل الستينات اعتزل، كان ممكن يوصل لحتة تانية خالص، تمام؟ أندية الأقاليم كانت ابتدت تتصدر المشهد في 67، الإسماعيلي كان واخد دوري والترسانة واخدة كاس، وقبله الأولمبي واخد دوري، كان ممكن القصة تمشي في سكة تانية خالص، تمام؟ فحصل طبعا الفترة دي حصل فيه تغيرات. لما رجعت الكورة بقى، تمام؟ ابتدينا يعني من أول ومجديد يعني نتعافى، وابتدى بقى ندخل في بطولات افريقيا للانديه، ابتدينا يعني الدنيا تمشي لحد ما وصلنا للثمانينات، ابتدت الدنيا تتظبط شويه. ده بالنسبه للكوره والرياضه. بالنسبه للتغيرات المجتمعيه اكيد طبعاً. انا لسه كنت هسالك حالا، لان المجتمعات اكيد من جيل لجيل لجيل اختلفت طبعاً. وطريقه التشجيع والجماهير والفكر والتعصب ويعني لا، احنا عايزينك بقى تكلمنا شويه بالتفصيل عن الموضوع ده. بص حضرتك، توابع حرب 67 والتوقف، او توابع حرب 67 بالذات، تمام، حصل تغير مجتمعي جامد جدا في حاجات كتير، تمام؟ يعني جيل كان بيحلم باحلام كتير كتير اتكسرت او صحي على كابوس في 67، تمام؟ ويمكن انا كانت بدايه حياتي، فيمكن هم لا، هم الجيل اللي قبليه اكتر. الى جانب ان حصل توجهات مختلفه في بدايه السبعينات، توجهات سياسيه مختلفه داخليا، التوجهات دي لا اثرت في المجتمع جامد. يعني السبعينات فتره انا بعتبرها فتره فارقه في تاريخ مصر في كل حاجه، وللاسف يعني رغم ان دي فتره طفولتي اللي بحبها وذكرياتي كلها فيها، بس انا شايف ان في تغيرات داخليا داخليا للاسوء. اصل انت كده لحقت كمان اواخر الاشتراكيه، مش عارف اواخرها ولا لا. انا بص هقول لحضرتك حاجه، انا اول مشهد تفتكره عينيا موكب الرئيس جمال عبد الناصر وهو معدي من روكسي، تمام؟ انا عمر افندي اخر دور الدور الثامن كاشف ميدان روكسي. طب فانا صغير عندي 4 سنين سنه 70، كنت بشوف الموكب بتاعه، طبعا كانت الشوارع بقى حاجه قصه طبعًا. يعني طبعا وفاكر طبعا يوم وفاه الرئيس جمال عبد الناصر، اوكي؟ بعد كده لما رئيس السادات مسك، كان لسه الناس بقى مش يعني لسه الناس بقى زعلانه عشان عبد الناصر توفى وبتاع، فكان بيعدي من روكسي ميدان فاضي، ما كانش في حاجه. طبعا الوضع اختلف بعد حرب اكتوبر بطبيعه الحال، تمام؟ فما حضرتش الاشتراكيه قوي الا يعني اواخرها، انما طبعا توجهات السبعينات لا واضحه. ما اعرفش، انا الله اعلم، بس انا شايف ان فتره السبعينات حصل انحدار في حاجات كتير، في الموضه، في الالفاظ، في تعاملات الناس، في حاجات كتير حصل لخبطه في نسيج المجتمع، تمام؟ ممكن عامل بسيط يعمل ثروات، ممكن استاذ الجامعه يبقى مرتبه مش لاقي ياكل بيه، حصل لخبطه في المجتمع، حصل نسيج المجتمع، حصل فيه حاجه، اوكي؟ فمجتمعنا هل الزخم اللي حضرتك بتحاول تلخصه ده خلى طعم الايام احلى زمان عن دلوقتي؟ اكيد. بص يعني انا من الناس اللي بحب قوي الذكريات القديمه، ما اعرفش يعني، وانا زي حضرتك جدا عايز اقول لك مشرمقه مع نفسي بحب الذكريات القديمه جدا، مش عشان حاجه، اللي بيحسن دراسه ماضي يحسن بناء مستقبل. صحيح، بالظبط كده. فالفتره دي لا يعني يمكن انا كتابي مش عايز احمله اكتر من اللازم واقول ان هو بقى دراسه وتحليل فتره السبعينات، هو في صور برضو صح وذكريات يعني. هل الصوره دي برضو من دي اول مباراه قمه اللي انا بتكلم عنها اللي هي 72 73 30 الجمعه 72 الجمعه 30 مارس 73، يمكن ده كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن جوهري اعتقد باك ليفت الزمالك،
الماتش ده يمكن هو ده بقى كابتن الجوهري هذا. لا لا مش كابتن الجوهري، مدرب ده كان الجوهري الصغير. الجوهري الصغير اللي هو بس هو ده مش ده. لا ده الزمالك. كان باك ليفت ولعب منتخب مصر ولعب فتره طويله، وطبعا كابتن ابراهيم عبد الصمد كان وينج رايت الاهلي. يا 72. بصي بقى ملاعب المرحله ولبس المرحله هو ده اصلا برضو النقطه. على فكره النجيله زمان كانت مش حلوه، بس بس كانوا بيلعبوا، كانوا ايه القصه بالظبط؟ طبعا احنا ما كانش مش معنا يعني. مصر ما كانش فيها غير استاد القاهره. لما انا كانوا بيلعبوا وكانوا زمان الدنيا ماشيه، دلوقتي ليه؟ يعني ملعب استاد اسكندريه مثلا ابتدى يتصلح مؤخرا. يعني الملاعب زمان ما كانتش طبعا زي الوقت خالص. دلوقتي وكانوا بيلعبوا كويس جدا، وما كانش في حد بيشتكي. اقول لحضرتك ليه بقى؟ ليه بيقولوا دايما المهارات زمان كانت عاليه؟ ليه؟ في وجهه نظري او يمكن اللي انا شايفه، ان زمان كان في بقى موضوع الكره الشراب والقصص دي، تمام؟ طبعا. دلوقتي الولد من وهو عنده 4 سنين بيلبس السترات وينزل طبعًا على الملعب النجيله. طبعا. فالتحكم في الكوره غير زمان. صح، دي نقطه على فكره مهمه فعلا. صح. طبعا ده ماتش الاهلي والاتحاد بقى، اكرامي كره هدف شحته الاسكندراني في ده اول ماتش ليا يعني في الاستاد وكده، كان او ماتش الاعاده يعني، كان الاتحاد كان كسب الكاس ساعتها. ده الاسماعيلي في كاس افريقيا، ماتش الاسماعيلي واهلي بني غازي حضرته في الاستاد برضو 4-1 للاسماعيلي. بالمناسبه كان قاعد ورانا واحد ليبي ساعتها عمال يناكف فينا. طبعا ده اسوأ مباراه، ده كابوس. ماتش مصر وزئير 74 في استاد القاهره، كنا كسبانين 2-0 وخسرنا 3-2. اسهل بطوله نخسرها كاس امم في تاريخنا، يعني كنا اسهل كاس امم نكسبه. طبعا مستر هيديكوتي وبصمته الفظيعه والطفره الفظيعه اللي عملها في النادي الاهلي. عمل فريق يعني كل النجوم، وصنع تاريخ طبعا كل النجوم. اللي عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كابتن محمود الخطيب، تمام؟ انا بدايتي مع بدايه الخطيب، يعني خطيب موسم 72-73 كان الخطيب بقى يعني خدته من اوله. كابتن محمود الخطيب في الناشئين او في الشباب كان حكايه. لما انتقل من النصر للاهلي كان حكايه، اللي هو ممكن يرقص الفرقه كلها. لما طلع للفريق الاول كان بيشوب لعبه شويه فرديه. حتى استاذ نجيب المستكاوي كان بيقصوا عليه شويه. تمام. مستر هيدوتي لما جه طور اداؤه تماما. خلى بقى الكاريزما ورقم 10 وكابتن محمود الخطيب اللي نعرفه. مصطفى عبده خلاه المجري اللي نعرفه. تمام. الثنائي بيبو وزيزو، طاهر الشيخ انتقاله للاهلي خلى الدفاع، حسن حمدي بقى وزير الدفاع. يعني طبع. لا يعني مستر هيدوكوتي له بصمه على الفرقه دي فظيعه. أكيد. الفرقه دي ما بقتش الفرقه دي الا ببصمات مستر هيدوكوتي. طبعا دي يعني ده الجيل الذهبي اللي بعشقه، يعني ده الجيل الذهبي اللي بعشقه. يعني والله في كذا جيل على فكره. طبعا الاهلي فعلا في كذا جيل، بس يعني برضه في اجيال استثنائيه. انا معاك، انا هقول لحضرتك حاجه، ده جيل استثنائي. انا حضرت جيل استثنائي وابني حضر جيل استثنائي. طبعا جيل عماد متعب وبركات. طبعا ابني اتفرج من 2004 ل 2014 اللي هو جيل مانويل جوزيه بقى، والجيل الذي لا يتكرر يعني. طبعا. وانا حضرت مستر هيديكوتي. لما بتقعد تتفرج على مباراه كره قدم ابيض واسود من الستينات ليها ايه بقى؟ حاجه ايموشنال كده، ليها ذكريات. هي بتبقى مش واضحه اصلا ليها بس ايه؟ بس للاسف هي بترتبط بذكريات. لو كده هي ماشي، بترتبط بس بذكريات. طبعا ده مباراه الاهلي وليجي وارسو، تمام؟ ده ماتش برده، ده بدايه يعني الاهلي كان مستعين بالشاذلي وشاكر عبد الفتاح. ليجي وارسو بطل بولندا اللي هو كان بيلعب فيه داينا كابتن بولندا، وكان بيلعب فيه اللي لعب في كاس عالم 74. الاهلي يوميها كان ماتش ودي، استعان بالشاذلي وشاكر عبد الفتاح من الترسانه. حضرت الماتش ده في الاستاد. الشوط الثاني كانت بدايه كابتن مختار مع الاهلي. اول مباراه وديه كان لسه منتقل من اسكو. كان في نهايه موسم 74-75 وهيديكوتي بقى بيجرب الصفقات الجديده. حلو قوي. والدي كان قاعد جنبي الله يرحمه، اول ما مختار لمس الكوره قال لي الولد ده هيبقى لعيب حكايه من اول لمسه. والله يا باشمهندس انت يعني ايه، انت ضليت طريقك للهندسه. بالظبط. والله بكلمك بامانه. ايوه، ليه ما لعبتش كوره؟ اتفرجت ازاي وانت بتشغل ده كله للكوره؟ واحنا خارجين كان في عربيه الصحفيين، كان فيها الاستاذ نجيب المستكاوي، فكان معايا الوالد وصديق لي، فصديق الوالد قال له يا كابتن نجيب احمد عبد الباقي 10 على 10 النهارده، لان كابتن نجيب استاذ نجيب المستكاوي كان بيدي درجات للعيبه. اوكي. جميل. ماتش مصر وبروندي ده طبعا ليه حكايه، ان الخطيب احرز هدفين. تمام.
كان الوالد وصديقه قاعدين برضو، كان في واحد ورا الخطيب احرز هدف في الشوط الاول، ففي واحد قاعد ورا صديق الوالد بيناكف فيه وبيهاجم الخطيب قوي. فصديق الوالد لقى ان هو هيخش معاه بقى في مهاترات، فايه ما ردش، فالتاني كل شويه يقول له انت ما بتردش ليه ما بتردش ليه. فجاه الخطيب حط في الشوط الثاني هدف حكايه، فصديق الوالد بص له قال له عرفت ما ردتش ليه؟ عشان هيرد في الملعب. لا بس برضو ما قلتلناش يا باشمهندس ليه ما لعبتش كوره من وانت صغير والشغف ده عندك يعني؟ لا أنا ولا جربته؟ لا انا لعبت بس في حدود نادي هليوبلس. النادي اللي انا مشترك فيه. بشكل محترف. لعبت فريق اول ولا يعني لعبت في النادي اللي انا مشترك فيه بس. أوكي. مش بمستويات عاليه يعني. مصر من الدول، ومش عارف حضرتك هتتفق معايا في الرؤيه دي ولا لا، بس مصر من ابرز الدول اللي كل ما ترجع بيها بالزمن لورا كل ما تاخد جمال اكتر، وكل ما تاخد ثقافه اكتر وفنون اكتر. ما اعرفش انت شايف كده برضو ولا ايه؟ اكيد، لان هي زي ما بقول لحضرتك انا يعني فتره الاربعينات خمسينات ستينات الحاجات دي كانت مزدهره جدا. طبعا جدا كل حاجه يعني كل حاجة يعني كل اشكال الفنون حتى المعمار. بالظبط. كان في ازدهار كبير جدا. انا بقول لحضرتك فتره ما بين 67 ل 73 اثرت معانا، عطلتنا جامد، والتغيرات اللي حصلت في السبعينات، عشان كده بعتبر فتره السبعينات دي للاسف يعني بنعاني من اثارها لحد النهارده. الاشتراكيه الانفتاح صح، يعني مش كل الناس تقدر تتاقلم مع التحول. مش بس انفتاح، مش بس انفتاح، يعني انا عايز اربطها بحاجه بس مش عارف يعني ايه. شويه حته التوجه اللي الرئيس السادات عمله في بدايه السبعينات عشان يعمل توازن، يعمل توازن مع التيار الناصري. انا بس حصل شويه تغيرات كده. انا بس عايز اسال حضرتك على حاجتين. الحاجه الاولى طبعا بس قول لنا عن الصوره دي، والحاجه الثانيه عايزك عشان ما ننساش كنت سالتك عن الجماهير. انا الجماهير اللي عايزه اتكلم، التشجيع طبعاً والتعصب ده عايزين نبقى نرجع له، بس الاول طبعا ده مباراه الطوبه بتاعه عمر عبد الله، ماتش الزمالك والمحله، اعتقد الجمعه 16 ابريل 76. الدوري كان مجموعتين والزمالك والمحله ما بينهم، المحله متقدمه بنقطه تمام لصداره المجموعه في اخر ماتش، والزمالك لازم يكسب. المحله نزلت جابت جولين في اول شوط، تمام. والزمالك جاب جول طه بصري، وكان ماشي في سكه انه هيتعادل بقى، فحصل ان عمر عبد الله مهاجم المحله اترمت عليه طوبه تمام، ونزف دمه وكده، والحكم لغى الماتش، والماتش اتحسب 2-0 لصالح المحله. والمحله لعبت الاهلي اللي هو بطل المجموعه الثانيه، بيسموه ماتش الطوبه، ماتش الطوبه. والزمالك طبعا الزمالك اعترض جدا، ولدرجه ان هو انسحب من كاس مصر، ما رضاش يلعب كاس مصر عشان معترض على نتيجه الماتش. طبعا ده من احلى الماتشات اللي حضرتها، الاهلي وجلادباخ، بروسيا مونشن جلادباخ الالماني، الاستاد فيه 120,000. واضح اهو، بص الناس بقى ورا. ما باشمهندس شريف بقى تلاقي واحد في وسط الناس اللي كتير اللي ورا كان محشور في النص. انا كنت مرفه شويه ساعتها مع الوالد، بروح مقصوره تمام. لما رحت لما ابتديت بقى ابقى من عامه الشعب في الثمانينات مع اصحابي بقى، كنت طبعا بروح الثالثه بقى طبعا. ده هدف احمد عبد الباقي، هدف رائع رائع براسه في مرمى بروسيا مونشن جلادباخ. مباراه لا تنسى يعني، ده مباراه ملحميه للنادي الاهلي يعني، مباراه لا تنسى. ده بقى دورة الصداقة، اتلعبت سنة 76 في السعودية، ما اتذاعش منها ولا ماتش. كان المنتخب مقسوم اتنين، جزء بيلعب كاس فلسطين في تونس ديسمبر 75، وجزء بيلعب في دورة الصداقة في السعودية. ده الخطيب، وده منتخب إيطاليا التاني. كان تعادلنا 1-1، الخطيب احرز هدف. الماتش اللي قبليه مصر كسبت السعوديه على ارضها هناك 2-0 بهدفي الخطيب، وده من الماتشات اللي عمل شعبيه للخطيب في الخليج ساعتها. أوكي. سنه 76. اوكي نعم. طب معلش عشان الوقت يعني انا عايزه اروح لحته الجماهير يعني بغض النظر عن الصور دلوقتي. اوكي. الجماهير في الستينات، حضراتكم بتشوفوا ماتشات الستينات يعني، كان اقصى مثلا تشجيع في يعني خروج على النص يقولوا مثلا شيلوا الريف. تمام. ده كان اقصى حاجه يعني. تمام. السبعينات الدنيا اتغيرت، لا ابتدى الجماهير تبقى اجريسيف اكتر، ابتدى يبقى في احداث الشغب اكتر، ابتدى يبقى الالفاظ اسوأ، ابتدى لا القصه تختلف في السبعينات. امال الثمانينات بقى ايه؟ لا الثمانينات ابتدى يبقى في تلاسن صريح. انا هقول لحضرتك حاجه،
طبعا اوكي، بس خلينا برضو كلامنا نقول من البعض، لان العموم مش كده يا باشمهندس، لان طبعاً ده اللي احنا نعرفه. أوكي. البعض يعني فئات معينه، عشان بس الكلام يبقى برضو واضح. طبعا طبعا هقول لك حاجه، انا في يعني مثلا زمان لما ابتديت احضر مع اصحابي، بقى انا بقيت شاب بقى وبحضر بقى في الثمانينات مع اصحابي وبتاع، درجه ما كانش في الترا سو، كان درجه ثالثه، هو عم حسين الله يرحمه هو اللي بيقوله، الجماهير كلها بتقول، هو اللي بيقود التشجيع. تمام. الدنيا اتغيرت، قصة اتغيرت، بس الشغف واحد. لو هنتكلم تحديدا عن جماهير الاهلي، ده اللي يعنيني. الشغف واحد طبعًا. الاهتمام واحد طبعًا. الانتظار للماتشات الروح اللي كانت التشجيع للعيبه، مسانده اللعيبه، هي دي اللي انا طبعًا. يعني النقطه اللي حابه اتكلم حضرتك فيها من زمان، كلام السبعينات وقبل كمان لحد هذه اللحظه، دي الرحله اللي انا عايزه حضرتك تقولها لنا. تمام. طبعا انا حضرت السبعينات زي ما بقول حضرتك، ماتش الاهلي وجلاد باخ ده اللي كان فيه 120,000 ده، لا طبعا ده الناس بس عرفت ان الماتش هيتسجل مش هيزعل الهوا. طبعا على اخره هقول لحضرتك حاجه بسيطه، ماتش الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر اللي هو 78، الماتش الشهير بتاع 4-2، انا كنت في ابتدائيه ساعتها. تمام. خلصنا الماتش والاهلي خد الكاس، طبعا ماتش ملحمي، ماتش يعني لا ينسى. بعدها باسبوع او اسبوعين كان امتحان الابتدائيه بتاعي ثاني يوم، كان في ماتش ودي الاهلي ومنتخب رومانيا، الزمالك كان لعب مع منتخب رومانيا واتغلب 3-2، والاهلي يوم الاحد، وانا ماتش وانا امتحاني الاثنين الصبح. أوكي. الوالد قال لي لو ذاكرت كويس خليك تتفرج على الماتش، هاخدك الاستاد. انت بتتكلم في ايه؟ اتفرج ده موضوع تاني. وانا عندي ابتدائيه تاني يوم. تمام. طبعا موتت نفسي في المذاكره. كنت متاكد طبعا. طبعا رحنا الماتش، ماتش ودي، بس كل جماهير الاهلي رايحه تحتفل بقى. تحتفل بكاس مصر، فريقها اللي خد كاس مصر رايحين يحتفلوا بالفرقه، 120,000 في الاستاد. تمام. الماتش خلص 0-0، بس طبعا كان تجربة حلوة بتح... يعني. وكان في بقى فرص ضايعه وبتاع، وطبعا لما الخطيب نزل قصه مشاهد بتبقى حلوه جدا. طبعا الماتش اللي ينسى بالنسبه لي، فبقول حضرتك شوف اهو ماتش يعني ودي، بس جماهير الاهلي رايحه تحتفل بفريقها اللي فاز بكاس مصر 78. تمام. لا طبعا شغف الجماهير. هقول لحضرتك حاجه، الاهلي بيلعب مثلا مع انديه، مع احترامي طبعا لجميع الانديه، ممكن تبقى انديه بسيطه، الاهلي بيلعب مع البلاستيك، بيلعب مع الطيران. بيلعب الاستاد فيه 120,000، ده بيسافروا، ده بيسافروا ورا يعني. ما احنا بنشوف ده، لان الدعم برضو والروح المعنويه بتيجي بشكل كبير جدا من الجماهير. بالزبط. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا حتى لما بنتكلم مع لعيبه او اجيال مختلفه، هو بيقول لك دايما الجمهور هو الاساس يعني في اي حاجه. فلا طبعا حاجه كبيره جدا، ومبسوطه ان احنا نسمع من حضرتك ده، وعلى مر السنين يعني تاخدنا كده في جوله سريعه، لان يعني والله عايزين حضرتك تيجي معانا تاني دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا فعلا استمتعنا، متاكده ان جماهير الاهلي كمان والمتابعين دلوقتي استمتعوا، بس اكيد في لسه قصص. الحديث لا ينتهي طبعا، الحديث طويل لا ينتهي طبعا. حضرتك كمان يعني شخصيه جميله جدا وحكاء ماهر، وعندك من الذكريات ما يكفي لتحويل اي قعده لكلام شيق جميل، طبعا ينال الاستحسان الكل. بشكرك على وجودك معانا. انا بشكر قناه الاهلي على الاستضافه، وبشكر حضراتكم جدا جدا. ده مكانك يا باشمهندس الشريف، وكان اي اهلاوي طبعا يعني نورتنا جدا. شكر. وبنشكر حضراتكم، بس لسه في فقره معانا اخيره، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا عندنا مجموعه كبيره من الملفات الكرويه اللي حابين نتكلم فيها، اكيد في مقدمتها الاهلي في المونديال، وطبعا اكيد الكلام لن يخلو من يعني تفاصيل متعلقه بمشوار منتخبنا في امم افريقيا. كل ده هيحصل مع الاستاذ سامي عبد الفتاح النقد الرياضي اللي منورنا في حلقه النهارده. صباح الفل عليك. ازاي حضرتك؟ بونجور قوي يا مسيو. والله سامي بونجور خالص. بونجور خالص يعني. لا والله بتنورنا دايما، وعايزه اروح مع حضرتك كده نخش بقى في المفيد على طول بقى. المفيد. اصابات كتيره قوي وقبل بطوله كبيره قوي، ايه القصه؟ صعب كده جدا على الاهلي ولا على المنتخب؟ على الاهلي. لا مساله غريبه جدا بصراحه. يعني كل الاصابات مركزه في لعيبه الاهلي تحديدا. صحيح. يعني بشكل مكثف، جانب يعني تاثير المجموعه حتى اللي بيلعبوا وتاثيره مع الفريق. يعني لما يروح راح الامارات ويشتغل في المونديال في النسخه السابعه بالنسبه له، فطبعا دي تأثير. يعني انا يعني عايز اقول ان انا قلبي مع موسيماني ولعبت الاهلي في هذه البطوله. هو كان ليه كذا تصريح، اللي هو الراجل فعلا بيقول انا يعني الوضع غريب يعني جدا. معترك مش متكافئ. صحيح. صح. يعني معترك مش متكافئ، في عناصر كثيره جدا
للاهلي، يمكن هتلعب لاول مره هتشوف هذه النوعيه من اللاعبين. احنا قلنا القايمه فعلا في الحلقه في البدايه، فيعني صعب جدا، بس طبعا يبقى روح الاهلي مهمه جدا نهاوند وكريم، ان هم يعني تفرز نخبه جديده من النجوم في هذه البطوله. بس قلوبنا عندهم، لان هم يعني اول احتكاك بقى حقيقي طبعا في كاس العالم للانديه، مش حتى في مثلا كاس الرابطه في الدوري الممتاز، لا لا كاس العالم للانديه، فحاجه تخض. ده بعضهم ما لعبش بطوله افريقيا اصلا، اللي احنا خدنا لقبها للمره العاشره، ما شاركش في هذه النسخه الاخيره. صحيح. فبالتالي يعني خبراته الدوليه والافريقيه يعني قليله او منعدمه. بس برضه في مساحه لوجود مفاجات، مش كده برضه؟ ممكن تبقى اللي هيحصل ده ممكن يبقى ميلاد مجموعه جديده من النجوم. دي كريم نسخه التحدي في مشوار الاهلي خلال مشاركاته في بطوله كاس العالم للانديه. انا افتكر انا شاركت في تواجدت في خمس نسخ قبل كده، منهم الثلاثه الاولى بتاعت الاهلي في اليابان، وافتكر رساله من موسيماني، عفوا من مانويل جوزيه. يعني احنا في النسخه الاولى 2005 طلعنا في المركز السادس، بس الراجل واقعيته كان الاهلي في ذلك الوقت في قمه مستواه، يعني بيتكلموا عن ارقام قياسيه، مفيش اهداف بتخلص الشباك، بطل افريقيا بسهوله، بطل الدوري بسهوله، فبالتالي يعني كان مميز جدا الاهلي. بس لما راح اليابان في النسخه الاول مشاركه يعني اهتز جدا وخسر قدام اتحاد جده في اول مباراه، ودي عطلته كتير يعني ان هو يقفز الى مستويات اكثر. فبالتالي افتكر رساله مانويل جوزيه وهو قعد معانا في منزل السفير بعد ما خلصت البطوله تقريبا، فجمع الاعلاميين الموجودين معاه قال لهم انا المسؤول عن هذا التاخر لفرقه النادي الاهلي. ليه يا عم خواجه؟ قال انا ما جهزتهمش نفسيا لهذا الحدث الكبير، وده اللي بيتكرر النهارده. ده اللي بيتكرر النهارده، ان عدد كبير جدا من اللاعبين لم يعني يتحط في موقف الاحتكاك العالي قوي ده. فبالتالي موسيماني وكابتن زلعه ابو حفيظ ورئيسه البعثه كلهم مطالبين ان هم يجهزوا اللاعبين نفسيا، ان هم يخرجوا كل اللي عندهم ويكون عندهم ثقه وياخذوا شهادات ميلاد نجوميه من هذه البطوله. طبعا هي تحدي صعب جدا، خاصة ايه بقى؟ خاصة المباراة الأولى مع مونتيري المكسيكي. مونتيري المكسيكي ده بيننا وبينه طار. في الأهلي في بطولة 2006 غلبوا 2-1، واللي هي البطولة اللي حقق الأهلي فيها أول ميدالية برونزية. فبالتالي بيننا صحيح في 15 سنة فرق، بس يعني الطار موجود والكرة المكسيكية كرة عالية جدا وسريعه ومهريه طبعا، بس احنا قادرين ان شاء الله يا رب ان احنا نكون على المستوى ونكسب بعض نجوم الاهلي الجدد في هذه البطوله ان شاء الله. طيب نتكلم عن المنتخب ونتكلم عن الاهلي وهنروح ونرجع، لان طبعا ملفات برضو او ملفين مهمين جدا برضو عندنا مع المنتخب، مباراه في غايه يعني الاهميه وحاسمه زي ما بتقال. بتشوف برضو ان شاء الله المباراه سيرها هيكون يعني ممكن ان هي تخلص او تنتهي في خلال الوقت الاساسي، ولا الموضوع زي ما شفنا قبل كده في الماتشين الاخرانيين لا هيمتدوا كمان لوقت اضافي وربما بعد كده؟ يعني انا اتمنى انها تخلص في الوقت الاساسي. انا اعتقد مصر فعلا ان ده السيناريو الارجح، ناس كتير اتكلمت عن ده طبعا، يعني ايه الجهد اللي واقع على لاعبتنا فوق الاحتمال، يعني خصوصا بنتكلم عن فروق برضو حراس المرمى استاذ سامي، مش تقليلا من حارس المرمى بتاعنا ابدا، على فكره صبحي ده رائع جدا جدا وواعد. انا ده لو كان ابو جبل رسميا مش هيشارك يعني، بس الفكره ان الناس بتقول لك احنا ليه نوصل لده اصلا، وليه نبقى على اعصابنا لغايه الضربات، يعني ليه ما ننهيش فعلا في الاول حتى الاجهاد يكون اقل. ما دي برضو رساله مهمه من كروش، يعني ان هي بتتاح لنا فرص كتير جدا،
يعني في ماتش ساحل العاج كان في فرص وضاعت، في ماتش المغرب كان في فرص وضاعت، فبالتالي يعني الجميع مطالب ان هو يثمن كل فرصه امام مرمى المنتخب الكاميروني. طبعا لان طبعا المنتخب الكاميروني هيلعب في وسط جماهيره في الملعب الاولمبي على فكره. ويا ترى هل ترى التحكيم هيبقى شكله ايه؟ ما لازم ده دي نقطه ثانيه بقى خالص لسه هنتكلم. فبالتالي يعني مطالبين لاعبتنا في وسط الظروف دي اللي هي غيابات ابرز حارسين مرمى الشناوي وابو جبل، ومهمه ثقيله جدا على صبحي، فالمطالبين ان هم الفرصه ما تضيعش. ما تضيعش صحيح. الفرصه ما تضيعش لان هي ماتش الضربه الواحده. ايوه صح. ما هو الفرصه ما تضيعش بالنسبه للطرفين. كان في فيديو يعني فيديو قصير كده شفنا من خلاله صامويل ياتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم وهو مجتمع بمجموعه من لعيبه المنتخب، ومش قادر اقول لك على النرف اللي كان بيتكلم فيه. واكتر من مره الهواند بيقول انتوا داخلين حرب يوم الخميس. حرب. وقعد يتك قوي على كلمه حرب. طب وبعدين يا استاذ سيف؟ ما هو يعني هو جاهزين للحرب. هو نفسه عانى مع الفراعنه كتير سمو القط يعني طبعا. هو عانى فمقدر الموقف، مقدر المواجهه. يعني صحيح المدرب جديد ولاعيبه نجوم بعض النجوم غايبين وفي ازمه حقيقيه في حراسه المرمى، يعني خلينا نكون واقعيين. فبالتالي هو بيقول هو عارف ان منتخب مصر قادر انه يطلع طاقات استثنائيه في مثل هذه المواجهات. واول مباراه جد بقى، يعني انت بتتكلم برضو مصر من العشره اللي هم التوب في البطوله، يعني قبل كده كاميرون لعبت مين من الفرق؟ محترمي طبعا لكل المنتخبات، بس ما كانتش منتخبات يعني لعبت بالتحكيم كمان على فكره. يعني ما دي معلومه ده حتى قوه المنتخبات نفسها يعني فعلا ما هياش المنتخبات لا الأطلع. يعني هو ده التحدي الاول والحقيقه قدام منتخب الكاميرون. بس انا اتمنى ان احنا زي ما قلنا في البدايه ان الفرصه ما تضيعش. ايوه الفرصه اثنين ثلاثه هي هتبقى الفرص قليله جدا. الفرصه ما تضيعش يبقى حريص عليها. بلاش ايه احيانا حاله الايه النرجسيه عند لاعب معين او يعني او ما من اللاعبين ان هو اللي هو عايز يجيب الجول. لا خليك شغال في المضمون وشوف زي ما عمل صلاح مع تريزيجيه. يعني بذل جهد كبير جدا ان هو خلص الكوره ولعبها بشكل مميز جدا، وتريزيجيه بلمسه واحده كانت في الشباك. صحيح. ده اللي احنا عايزينه ان الكوره يعني تبقى غاليه علينا قوي، الفرص هتتاح، ولو احرزنا مبكرا يبقى خير وبركه وما نخافش من المباراه. دي نقطه مهمه، ما نخافش يعني. جمله حضرتك لو احرزنا مبكرا يبقى خير وبركه بتعكس العشم اللي كلنا متعشمينه طبعا في الفريق وفي الجهاز الفني الى اخره. العشم ده بيخلينا كجماهير في بعض الاحيان نبقى متقلبين وحادي المزاج قوي عند التعامل مع اي مستجد. بمعنى في فتره من الفترات ناس كتير انا كنت واحد منهم عمالين نتكلم وقلنا ما في الخمر على كيروش من ساعه لما جه، خدت بال حضرتك ازاي؟ والبعض مننا ابتدى يغير رايه بعد ما شاف اخر مباراتين بصفه خاصه وقال لك ايه ابتدت تندع. فاهم ازاي؟ محمد صلاح شخصيا كان عرضه لانتقادات كتير لفتره من الفترات وخايف على رجليه يقول لك انا هوان ما بيعملش معانا تمن اللي بيعمله معانا والنني ومش عارف مين يعني. واخر برضو اخر لقاء بصفه خاصه اخر ماتش بصفه خاصه مع المغرب لا ابتدت برضو ايه النبره تتغير خالص في الكلام عن صلاح والشخصيه والحاجات. فاحنا كجماهير متقلبي المزاج ولا ده غصب عننا ولا ايه؟ هي في الاول والاخر كوره. يعني احنا يعني انا مش في الاوبرا، احنا في كوره. بتعجبك لعبه ما تعجبكش لعبه، جون دخل وفرصه ضاعت، ففي حاله تقلبات في الحاله المزاجيه عند الجماهير، في القناعات كروش كويس ولا مش كويس. دي نقطه مهمه. انا شخصيا كنت يعني بداياتي معاه مقتنع بيه جدا، وبعدين زعلت منه جدا في ماتش نيجيريا. وشفت ان هو حصل تصحيح مسار في التالي يعني. فبالتالي يعني هي دي كوره، والحاله المزاجيه المتغيره دي طبيعيه جدا. ونبقى ان احنا قدامنا فرصه مهمه جدا لتحقيق حلم، احنا قريبين جدا من منصه التتويج.
ده الهدف قريبين جدا من مناصف التتويج. يعني مش هقول لك هنلعب على الثالث، لا ليه ما نلعبش على الاول يعني لان لو خسرنا لا ممكن نلعب على الثالث. ده لا اتمناه، وان احنا نكون عندنا اراده عاليه جدا نلعب على النهائي ان شاء الله، ونسيب بقى كروش واللعيبه وصلاح ويبذلوا ما عندهم. هم قدموا لنا في المباراه اخر مباراتين رساله واضحه جدا ان هم بيبذلوا غايه جهدهم، والتجمع مع بعض في فندق اقامه ده شيء مهم جدا، بيفهموا بعض بيتكلموا مع بعض بيصححوا حاجات كثيره جدا. دي نقطه كانت غايبه في الفتره اللي فاتت لان كانت التجمعات قصيره جدا، وبعد كده فركش يلعبوا المباراه بالسلامه. فبالتالي يعني انا شايف ان البطوله دي مكاسبها عاليه حتى الان، مكاسبها كويسه جدا، خلقت كيان منتخب جديد. دي نقطه مهمه يا استاذ كريم، خلقت كيان منتخب جديد ما كانش موجود السنه اللي فاتت للاسف. يعني من 2019 لما كانت كاس الامم الافريقيه في مصر ما حسيناش ان كان عندنا منتخب. احنا ابتدينا نحس ان عندنا منتخب في المرحله الاخيره، وانه قادر ان هو يعني يحقق طموحات كثيره جدا. ان شاء الله انا متفائل جدا بالمنافسه على اللقب في هذه النسخه والتاهل لكاس العالم المونديال الكبير في قطر 2022 ان شاء الله. وده يكون حق مستحق لجماهيرنا اللي وقفت بقوه جدا وراء هذا المنتخب الجديد. وبعد التأهل نسبة نجاحنا قد إيه؟ في المونديال؟ والمونديال ده حوار تاني. طب ما احنا بنتكلم أهو. حوار تاني. القرعة والمجاميع المجموعة اللي هو اتأهلنا وبعدين. يعني خلينا نشوف مع حضرتك بقى. يعني احنا تأهلنا المرة اللي فاتت في روسيا. ولكن الاداء ما كانش لذيذ وما عجبناش، عشان كده بقول لحضرتك بعد التأهل على الاقل على الاقل على الاقل أيوة. لازم نلعب بقوه جدا في المجموعه، الشيء بيجيب الشيء. يعني لو هنقارن ما بين دلوقتي وروسيا، حضرتك بتشوف ان رقم واحد لازم يكون فيه لعب اقوى عن وقت روسيا ان ما كانش الاداء الافضل. ايه تاني؟ ده بيشاركوا ده بيبقى مولود مع الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. ايوه والمنافسه على اللقب الافريقي دي بتعلي وكل شيء بيعلى كويس. فبالتالي انا متعشم ان احنا ننافس على اللقب الافريقي، ده هيساعدنا ان في بطوله كاس العالم ان احنا نكون حق بحق ابطال افريقيا ورايحين بقى بنمثل افريقيا ككل. يعني بنمثل افريقيا ككل في خمس مشاركين، يعني في خمس مشاركين بيبقى في البطوله، لما المهم ان انت بطل، فبالتالي لازم تلعب بروح البطل وتقدم كل ما عندك. يعني هتلعب مع مثلا انجلترا، هتلعب مع المانيا، هتلعب مع ما هو استاذ سامي كان سؤالي في نقاط كنت عايز اعرف من حضرتك ايه اللي ممكن نتلاشاه المره دي، ايه الاخطاء اللي كانت المره اللي فاتت، ايه اللي احنا محتاجين نغيره، بس ممكن بعد الفاصل جبت الجون يعني. شو اسئلتي لازم تبقى في الجون. فاصل ونرجع نسمع قلب الاسئله في دماغك فاصل ونرجع نسمع اجابات حضرتك عليها. اتفضل.
اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. وطبعا يعني شفنا مع حضراتكم من لحظات يعني شيء كده من كواليس بعثه النادي الاهلي طبعا. والنهارده كان في محاضره فنيه او محاضره بحضور طبعا مندوبي الفيفا، وكان لهم اجتماع مع المسؤولين في النادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني. وكنا طلعنا الفصل اللي فات بسؤال نميس سالته نهوان. بس كان انهي سؤال نميس فيهم؟ كله. يعني بتسال عن الاسباب غير الكرويه اللي خلتنا مش في فورمه في مونديال 2018. وطبعا انا بقول يعني المساله مش بعيده، يعني كلنا كنا فاكرين كان في مشاكل اداريه كتيره جدا وعدم انضباط داخل معسكر المنتخب في المدينه اللي كنا قاعدين فيها، والمساله والروح داخليا ما كانتش لطيفه. يعني ده حقيقي، ده انا ما كنتش هناك، بس الزملاء اللي كانوا متواجدين نقلوا لنا الصوره دي، ان هي كان في زي اشبه يعني باجواء متوتره بين اللعيبه وبعضها، بين الجهاز الفني ومن ناحيه ثانيه. وطبعا كان في قصه مش لذيذه كده حصلت، عملت دربكه داخل معسكر المنتخب في جروزني. فيعني احنا يعني ما كناش يعني نقدرون ان احنا مستعدين نفسيا ولا انضباطيا في هذه البطوله الكبيره جدا تاهلنا بيها وفرحنا وكل حاجه، ولكن شفنا هناك اللي ما لا يعني لا يحمد عقباه. بالتالي انا بقول انا اتمنى ان احنا نجتاز جوله السنغال، جولتين السنغال في التاهل، ونكتسب خبرات مما حدث قبل ذلك يعني. وان شاء الله يكون متوجين بأبطال افريقيا عشان تبقى الجرعه المعنويه والنفسيه عاليه جدا، ودي نقطه مهمه جدا على فكره. يعني لما تخش معترك كبير بمونديال الكبار مش سهل، يعني انت عايز على الاقل تثبت وجودك، تقول انا يعني قد المسؤوليه ان انا وصلت للمستوى ده واقدر اعمل حاجه. مش هنقول هننافس ولا مربع ذهبي ولا حاجه، لا على الاقل على الاقل دور ثاني او دور او دور وليه تماني. ليه ما نوصلش ان احنا ننافس ومربع ذهبي؟ يعني ليه اصلا، معلش يا استاذ سامي، ليه طموحنا ما توصلش للمرحله دي؟ ليه ليس لدينا من الحق ومن التاريخ ومن الامكانيات اللي تؤهلنا ان انا اقول لا انا عايز اوصل لده؟ معلش، لا ما فيش مشكله، بس مفكر كل شيء من خبرات متراكمه. يعني النهارده يعني انا اجيب الخبرات المتراكمه دي منين؟ يعني لازم اول يعني اكسب يعني على مستوى القاري واكون نمره واحد. حصلت قبل كده؟ اه، واكون نمره واحد وكمان اخش ما تقطعش عن كاس العالم لكره القدم كبار، ما تقطعش عنها كل مثلا 8 سنين و10 سنين اروح مره. ما ينفعش، لازم ابقى متواجد زي الكاميرون، زي نيجيريا، زي السنغال، متواجد بشكل شبه دائم. هنا بتتراكم الخبرات والجيل نفسه بيقدر يلعب 3 مونديالات على الاقل، فبالتالي بيكتسب الخبرات، ويعني ده بيديهم فرصه ان هم يعني يقدموا نفسهم للانديه العالميه الكبيره في اوروبا، ودي بيساعدهم كتير. يعني طبعا غير ما يبقى بيلعب محليا، لا ما بيلعب اوروبيا دي برضه بتساعده كتير. احنا اصبح عندنا نخبه لا باس بها، يعني لا باس بها، لا باس خلي بالك انا بركز في الكلام قوي. لا لا باس بها، انا ما بقولش يعني ان هي التوب يعني، ودي حقيقه الصراحه. لا احنا مع حضرتك اه، ودي حقيقه. يعني صلاح، تريزيجيه، النني، يعني هنقول مين تاني؟ بس كده حضرتك دول اللي شايفهم؟ يعني مصطفى محمد قدامه وقت شويه. حضرتك بتتكلم على المحترفين كده اكتر ناس. المحترفين انا بتكلم على المحترفين. انا عايز يعني منتخب الكاميرون اللي عن وجهه كمان يومين دول كلهم بره، كلهم بيلعبوا بره. اه طبعا لو بيلعبوا فعاليه وتالق، بس برضو انت بالرغم من القوه دي انت برضو فايز وتاريخك معاهم اعلى بكتير، وفرقه برضو مش مقديه زيك. معلش مش بوصل لدرجه الياس، بس احنا لو عندنا نخبه اعظم واكبر في الملاعب الاوروبيه هنشوف طفرات الكره المصريه طب كبيره. طب حضرتك متخوف اكتر من ايه؟ من عدم مجارات امكانيات لعيبتنا بالمقارنه باللاعبين المحترفين في الكاميرون، ولا متخوف من خطه ما قد يفاجئنا بها كيروش مع بدايه المباراه؟ يعني مخاوفك
جايه منين؟ لا ولا دي ولا دي، انا خايف من التحكيم. يبقى اذا في ثقه ولكن الخوف من التحكيم. عندي يعني اللي شفناه في ماتش المغرب يعني حاجة يقول لك ان احنا مخزوننا كبير جدا، مخزوننا كبير جدا وهنقدر نقدم حاجه كويسه جدا قدام الكاميرون. سحبه الارض والجمهور ماشي، بس طبعا يعني لو عداله تحكيميه لا، هنلعب بروح عاليه جدا وهنهدف وهنعمل نتائج. هو اللي حصل في ماتش المغرب مش اخطاء تحكيميه بقدر ما هي يعني عصبيه، في سوء نيه تحكيميه ربما، مش مجرد اخطاء ده. شوف استاذ سامي يعني بيقول لك برضه ربما ماشي. كانت واضحه زي الشمس يا استاذ سامي، بس ماشي. لا مش انا وفي يعني ماتشنا برضه كانت واضحه مع الحكم السنغالي يعني. السنغالي كان عصبي جدا يعني، مش شايف حد بيغلط غير هي كروت الصفرة كانت بتطلع كده وخلاص، مش شايفنا الا احنا بس، مش شايف الجهاز الفني المنتخب مصر هو اللي بيحتاج لا يعني ابو الفتوح زقه غير اخلاقيه. ايوه صح، بره الملعب صح، عمل ايه؟ ولا حاجه. ده بيدل على كلامكم ان هو في كان سوء نيه فعلا وعلق مستوى العصبيه في المباراه طبعا، والتوابع اللي حصلت بعد كده كل هو المسؤول عنها. فأتمنى إن شاء الله يعني التحكيم يكون عادل، وأنا سمعت إن في حكم من غواتيمالا هو اللي هيدير المباراة ربما يعني، فحصل تعديل. فيعني بالتالي هذه نقطة مهمة قوي إن التحكيم يديك الأمان في الملعب، ما يكسرش مقاديفك، ما يحسب لكش ضرب جزاء مش هي، فاولات على منطقه الجزاء مرعبه، وخصوصا ان هي فرقه مش قليله، فرقه الكاميرون مش قليله. فبالتالي يعني النديه لا هتبقى موجوده، صحيح هم اكثر احترافا وفي اوروبا بعدد كبيره جدا، وقيمتهم التسويقيه بتعدي ال 170 مليون يورو، بينما احنا 116 او 115، في فارق كبير جدا. فأنا شايف إن التحكيم أولاً، وحتى يعني التحكيم أولاً هو اللي هيعطي الضوء الأخضر للاعبتنا إن هي تطلع كل اللي عندها. التحكيم والتركيز والقدرة والرجولة وحاجات كتيرة قوي، مش بس التحكيم برضه التحكيم يعني. ممكن التحكيم يكسر كل الحاجات دي. أنا مع حضرتك، بس أنت المفروض تكون بتلعب عشان ما تحطش نفسك تحت طاية أصلاً التحكيم، يعني أنت تحاول إن أنت تتغاضى، ده زي الملعب الوحش، زي الجماهير، وزي ما أنت مش على أرضك، يعني دي كلها عوامل ربما تؤثر بشكل كبير، لكن في الأول وفي الآخر أنا لازم أكون داخل وعارف إن أنا لازم أتغاضى عن الحاجات دي عشان ما أفكرش فيها وأخسر. وركز يعني. إحنا بنتكلم بس طبعاً الرسالة دي مش المفروض توصل للاعبين نفسهم. يعني ان هم زي ما بتقولي تركيز، وده حصل على فكره في المغرب بالظبط رغم كل اللي حضرتك بتقوله، تركيز واستغلال الفرص بشكل جيد جدا، لان ده اللي ده ملعب مستطيل اخضر 11 ضد 11 في الاخر. انا لو شاطر هو ده ههدف واكسر كل الاجواء المحيطه بيا اللي هي مش مؤهله ان انت تساعد. صحيح، وبالتالي نتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نوصل للهدف اللي ان شاء الله على متوقع ان مصر في النهائي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر، للاسف وقتنا يعني انتهى، ونشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جديده. نورتنا في الاستوديو الجديد، اول مره هنا صح؟ أول مرة كنت بتجينا في العجوز. في العجوز. شكرا لحضراتكم على متابعتنا، الحلقه خلصت، نشوفكم بكره انا وكريم ان شاء الله وحلقه جديده ونهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي.